تنفس العالم الصعداء في 2023 بتراجع أسعار القمح عالمياً، وعلى الرغم من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وهما البلدان المسؤولان عن 17% من إنتاج القمح، لكن المخاوف عادت من جديد بسبب تطور آخر، تغير المناخ في أوروبا أدى لتأخر زراعة القمح، خاصة في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة التي تصدر مجتمعة 25% من إنتاج العالم، بينما في أستراليا وأمريكا فالجفاف يرخي ظلاله على حقول القمح هناك. البلدان ينتجان 17% من الإنتاج العالمي. سعر طن القمح في أمريكا تجاوز 245 دولاراً بعد أن كان 198 دولاراً قبل شهر، وهو أقل سعر منذ 3 سنوات. منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO توقعت إنتاج 791 مليون طن من القمح هذا الموسم، أي أقل من الاستهلاك العالمي بـ10 ملايين طن.